بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب مهندس موقع، ملاحظة سريعة وهم. وظيفة الريجة والمحاور هي توقيع العناصر الإنشائية والقواعد العادية والمسلحة والأعمدة والربط بينهم عن طريق المحاور بخيط. المحاور هو دليل توقيع العناصر الإنشائية. يعني إيه الكلام ده؟ يا باشمهندس، حضرتك شايف إن هنا في محور، في مسافة من المحور ده للعمود 6 سنتي، ومن المحور ده للقاعدة دي 66 سنتي، ومن المحور ده لوش القاعدة هنا 96 سنتي. القاعدة المسلحة دي اتحطت في المكان ده عشان لازم تبقى تحت العمود. العمود ملتزم بمكان الحائط، والقاعدة المسلحة ملتزمة بمكان العمود، والقاعدة العادية ملتزمة بمكان القاعدة المسلحة. يعني العادية تابعة للمسلحة، والمسلحة تابعة للعمود، والعمود تابع للحائط. ولان احنا لما بنيجي نصمم بنصمم من فوق لتحت، لكن لما بنيجي ننفذ بننفذ من تحت لفوق. فازاي نعرف مكان القاعده العاديه واحنا ما احناش عارفين مكان المسلحه؟ ازاي نعرف مكان المسلحه واحنا ما احناش عارفين مكان العمود؟ ازاي ننفذ العمود واحنا ما احناش عارفين مكان الحائط؟ عشان كده كان لازم من وجود دليل يساعدني في توقيع العناصر الانشائيه، وهو المحور. المحور هو خيط موجود في الموقع، بتحط في مكان ما تبعا للنقاط المساحيه. الخيط ده بنسب منه المسافة اللي من وش جنب القاعدة لمكان الخيط، من وش جنب القاعدة لمكان الخيط، من وش العمود لمكان الخيط، عشان أقدر أوقع العناصر الإنشائية في مكانها بالنسبة للمحور. فلما أجي أعمل المسلحة ألاقي إن المسلحة جت في منتصف العادية، عشان لما أجي أعمل العمود ألاقي إن العمود جه في منتصف القاعدة المسلحة. لكن انا لما باجي انفذ ما بروحش اشوف فين نص القاعده واحط العمود، لا، انا بشوف فين المحور فاحط العمود، فلما احط العمود استنتج والاقي ان العمود جه في نص المسلحه. في الحاله دي اعرف ان العمود اتحط في المكان الصح وان المسلحه اتحطت في المكان الصح. يبقى احنا بنحط الاعمده تبعا للمحاور وليس تبعا للقاعده. يبقى ما ينفعش العمود يتحط طبعا للقاعده، ما ينفعش القاعده المسلحه تتحط طبعا للقاعده العاديه، لازم العناصر دي كلها تتحط طبعا للمحاور، لان العاديه هي اللي بتتبع المسلحه، والمسلحه هي اللي بتتبع العمود، والعمود هو اللي بيتبع الحوائط. ولان العنصر اللي انا بتبعه مش موجود فانا بجيب بديل ليه او دليل ليه وهو المحاور، واجيب مسافه الجنب للمحور وابدا اوقع العناصر الانشائيه. شكرا، اسالكم الدعاء.